السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما عودناكم دائما رانا في سوق العتاد الفلاحي، برب إن شاء الله نحاولوا أن نجيب لكم أسعار الجرارات كما وصيتونا، ونحاولوا أن نجيب أيضا أسعار العتاد الفلاحي. السوق اليوم يعني ما كانش عامر بزاف، لأنه وقع واحد التضارب هكا في الأنباء أنه السوق ما هوش راح يفتح بسبب تم المكاس ولا الكراء تاع السوق ما تمش، ولكن في الأخير تم دخول الباعة ثمن رمزي ولا وتحل السوق ان شاء الله. المهم خليكم معنا باش تشوفوا اسعار ان شاء الله، ونجيب لكم الاسعار كامل. 19 هذا 119 رسمو 119 تعطيني نيمروك هروح 06 65 30 21 52 بارك الله فيك، بيجيك الصوت ان شاء الله. حوالي 120 مليون. السيتيرنا هذه قالت سموها 8 ملايين حتى هي، نشوفوا كيف نحيلوا الرقم. هذه هي السيتيرنا، هروب 06 62 00 25 42 بوندور هذه بات سامو فيها 3. الرقم تاعو راهو كاين اللي حبي يتصل به. سيتينا كما قلنا 8 ملايين، وتراكتور عطاو له 120 مليون. الرقم تاعو راني نخليه لكم في الباب، على برا 140، مازالو ما ساهموش هنا في السوق. مامون هضرت معاه يخلينا الرقم ان شاء الله، حبيت نتصل بيه سون هذيك. بارك الله. يسموكم فيه؟ يسموكم؟ الله يبارك فيك. ما هي نضرات هذه مازال ما ساموش. ما ساموك على برا؟ ما جامي ساموك. أول مرة تدخل السوق. شوف ناشري ناع هو السوق. آه يا معليش. النيميرو نفسه بعد؟ الرقم تاع التليفون. هذا 72. ها قلنا جدي. هذا مازال ما ساموش، قلت لكم المرة ندخلوا للسوق. ما هي درا 2015.
عاطيني النيميرو تاعك. 0772 60 53 55 98 98 اه تعيش بارك الله فيك. طولو 90 مليون 92 خلي تخلي الرقم تاعك. يا تعيش كما قلنا سامو 90 مليون. توربيدو سموه 130 130 مليون. أمي ما تحبش تحط النيميرو تاعك؟ ها؟ النيميرو تاعك؟ تاع واه؟ تاع التليفون إلا أنت يا إيفون كبير. أه يا مرحبا. قد النيميرو تاعك؟ 0664 0664 77 32 14 تعيش يا عمي بارك الله فيك. تاع واه هذيك؟ هذا مازال ما ساموش حتى هو. سقسينا ساموه برا ولا ما ساموش ما كانش قالك ما ساموش الرقم ما بغاش يخلينا الرقم. هذا ساموه 25 125 79 هذا 2000 سيرتا سمو 185 سمو 85 ولا 185 135 ها سمو 135 2014 عطاو قدا سموها 300 برا 310 310 سموه برا 310 اي كاميرا والله ما شارجي 2011 عطاو له 184 مليون. مليون ونص 16 ونص أمي تحب تحط النيميرو تاعك قول لي ما تحطش ها بارك الله فيك تعيش يا عمي ربي يسترك يا عمي بارك الله فيك. اوكي نكونوا كملنا من السوق تاع الفلاحة إن شاء الله السمانة الجاية إن شاء الله نزيدو ولا نزيدو نشوفو لكم الموطير هذاك خلينا نشوفو الموطير. ربي يجيب السوق ان شاء الله الخير بارك الله فيك. ما ساموه من قبل هذا؟ ما ساموهش خلاص. ربي يجيب السوق ان شاء الله يعني بارك الله فيك. اللي شراو يعني ماتريال من السوق تاع الفلاحه اللي كما تشوفوا فيه من هيك عندك من هنا باركينغ تنجم تخلي فيه يعني الحوايج تاعك اللي شريتيهم ولا الحوايج اللي جبتيهم باش تبيعهم باش ما تبقاش كل سمانه تدخل وتخرج للسوق
ولا حتى توجد الرومارك تاعك ولا الحاجه اللي راح تهز لك الماتريال اللي شريتيه وتنجم تخرجوا. يعني هذاك باركينغ يعني ديما حال، يعني حتى ساير ليام بعد تنجم تدخل فيه الماتريال تاعك، تجي قبل بزوز ايام ولا ثلاث ايام تحب تبيت الماتريال تاعك وتدخلوا السوق خاصه تاع الفلاحه. كما تشوفوا راه حتى هو راه معمر، ندير لكم شويه الزوم باش تشوفوه. هذا مكان، خليكم متابعين واوفياء لينا، وما تنساوش الدعم بقوه ان شاء الله، خاصه لي لايك ولي كومونتير. مع السلامه عليكم.